على شاشة قناة الأهلي، وبقول لك يعني منور شاشة قناة الأهلي. ووجودك في دبي، أنا عارف أنت موجود وشغال في الإمارات، لكن وجودك النهارده مع كابتن حسام، أولا فاجئته ولا هو كان عارف أنت جاي؟ اه كان عارف ان انا جاي الصراحة، ما رضيتش تعملها له مفاجأة؟ ما هو عارف ان انا هنا وقال لي تعالى فبقيت على طول. طيب قول لي كابتن حسام، الفترة الأخيرة دايما مع الفريق في معسكرات ومباريات، كابتن حسام كان مدير فني والأسرة وأنت، وعارف جو الكورة، أنك لعبت كورة في الأهلي قبل كده، يعني كلمنا عن المراحل ديت. والله هو عايز اقول في الاول ان هو دايما بيدي يعني حبه للنادي، والله ما حدش فاهمه، هو دايما عليه ضغوطات، بس بره انا عارف الملعب هو بيبقى باين ان هو دايما متشنج ودايما متعصب، بس هو بره الملعب اطيب واحد في الدنيا. فعايز الناس تبقى فاهمه الموضوع ده، وعايز تبقى عايز الناس تبقى عارفه ان هو دايما كل اللي بيعمله هو النادي الاهلي في الاخر. متواصل معاه دايما في المباريات، بيكلمك قبل او بعد؟ بعد كل ماتش طبعا، لا بعد كل ماتش لازم اتواصل معاه، هو دايما بيبقى محتاج العيلة دايما وراه، ومحتاج السبورت من العيلة، فدايما دايما بديله السبورت في اي وقت طبعا. المرحلة الأخيرة كمان يا كابتن حسام، يعني عايز أقول لك كمان، يمكن لما كانت أختك تعرضت لحادث في ألمانيا، والكابتن حسام سافر أو كندا، والكابتن حسام سافر وقطع مسافة كبيرة الفترة دي، كأسرة عايشتوا اللحظات دي إزاي، وهو كان عنده مباريات مهمة وضغط كمان، وفضل مع الفريق لغاية نهائي أفريقيا؟ لا ما بالظبط بعيده، اللي هو كان عليه ضغوطات رهيبه، بس هو في الاول وفي الاخر بنته حصل لها حادثه، بس كان لازم يفضل قاعد مع الفريق وبيدي كامل قوته وكل وقته للفريق، ف يعني ده يوري قد ايه هو بيحب النادي، وبيحاول دايما يفصل طبعا الحاجات دي، بس في الاول وفي الاخر كان صعب، بس الحمد لله ربنا وفقه، هو كل حاجه ماشيه زي الفل، فالحمد لله. اللقاء بينكم في الملعب كان ازاي؟ ليه؟ اللقاء بينكم في الملعب دلوقتي؟ كان بالحضن والبوس، بقالي كتير ما شفتوش صراحة، فمبسوط دلوقتي، هو رايح اشوفه دلوقتي وهرجع معاه واتعشى معاه واقضي معاه شوية وقت كده. انا شايفك متأثر يا عبد الله، يعني بتبقى صعب قوي انك البعد، لكن الشغل والاهلي والضغوط المباريات طبعا صعب، انا اللي بحاول افهمه يعني للناس ان هو في الاول وفي الاخر كل اللي بيعمله النادي الاهلي، عايز بس الناس انها تدي له الدفعة دي، وتدي له تبقى دايما وراه، وهو كل وقت للنادي الاهلي، لازم الناس تبقى عارفه الموضوع ده. بس انك تتابع كل مباريات الاهلي، ولا بتخاف تتفرج عشان ما تبقاش مضغوط برضو وتعرف النتيجة بس؟ لا بتفرج دايما الصراحة، ولو عندي اي نقط ان احنا عايز اقولها له بقولها له طبعا، بس مش بعد الماتش على طول، بستنى شوية عشان بعد الماتش على طول بيبقى متشنج شوية، بس لا دايما متابع طبعا كل المباريات طبعا. مع فنيات بقى وكده ولا؟ بحاول ما تخش فنيات الصراحة، لان الناس كلها بتخش فنيات معاه، فمش هاجي انا كمان اخش فنيات معاه، بس ساعات كده ما يبقى هادي، انا قاعد انا وهو طبعا بقول حاجات معاه طبعا. كابتن حسام البدري، الكابتن والوالد بالنسبة لك ايه؟ يعني اطيب والد في الدنيا، والله اطيب والد، انا عارف ممكن ما يبانش كده برضو، بس هو في الشغل جد جدا، بس بره الشغل اطيب واحد في الدنيا. يبقى ماتش السوبر هنكسبه ان شاء الله، بإذن الله ان شاء الله ان شاء الله. بالتوفيق يا عبد الله، وسعداء احنا شفناك النهارده في الامارات. شكرا شكرا شكرا، مع السلامة.